هذا الدرس غادي يكون المحور ديالو في جوج ديال المراحل. اولا غادي نطرقوا لواحد البروبرتي اللي سميتها انر استعمال اللي عندها جوج ديال الادوار. الدور الاول ديال كيفاش نقدروا نجبدوا واحد الكونتوني HTML من وسط واحد الدوم نود. والدور الثاني ديال كيفاش نقدروا نستركتوريو ولا نشونجيو الكود HTML او نيفو ديال واحد الدوم نود. في الاخر غادي نهضروا على واحد لابارتي سيكوريتي اللي كتخص واحد الاتاك اللي سميتها كروس سكريبتين، اللي كتخول لينا باننا نقدروا انجيكتيو واحد الكود ماليسيو او نيفو ديال هذيك البروبرتي اللي هي انر HTML. نبداو الدرس ديالنا. بعدا نشوفوا اول اليمون اللي تيخصنا. حنا بالنسبه لينا ملي كنبغيو نجبدوا واحد الاوبجيكت ولا واحد الاليمنت او نيفو ديال HTML، غنخدموا مثلا بهاد جيت اليمنت اي دي اللي غادي تجبد لينا واحد الاليمنت اللي كاين او نيفو ديال HTML للاي دي ديالو الراب. اشنو كيرتوني لينا كاوبجيكت؟ لان هذا الراب في الاخر كيولي اوبجيكت. هاد الاوبجيكت شنو كيرتوني؟ اولا كنعرفوا بان الانترفاس اللي خدام به هو HTML ديف اليمنت، وكيف ما قرينا بان هاد HTML ديف اليمنت عندها علاقه مع واحد البروتوتايب تشين. هاد البروتوتايب تشين ديالها اللي كتشكل واحد المجموعه ديال الكونستراكتورز في الاخر كتشكل لينا واحد لو تيب اللي هو اليمنت نود، اللي كتعني بان هاد الاوبجيكت اللي غادي تبعثونا لينا اللي هو الرابر من عيطنا عليه بكيت اليمنت باي اي دي وجبدنا الاي دي ديالو الرابر، هذه عطاتنا واحد الاوبجيكت اللي التايب ديالو اليمنت نود. اوكي، فاش كيهمنا هادشي كامل؟ اللي كيهمنا بان كاينين دي بروبريتي اللي حنا باغيين ناكسيديو ليهم، ومنهم انر استعمال اللي كاينه في وحده من الانترفاس. هادو هما لي زانترفاس، والانترفاس حنا اللي كيهمنا هو هاد اليمنت وسط منه هاد انر استعمال. بما ان هاد لي زانترفاس كاملين تشينين وكاين واحد الانهيرتنس ما بيناتهم، انر استعمال كاينه وسط من اليمنت. كاينين واحد اخرين اللي كيخصونا اللي هما انر تاكس الاخرى تاكس كونتنت، هادو غادي نخدمو بهم في الدروس اللي جاي. حنا دابا اللي غادي نتكونسونطراو عليها هي انر استعمال، هادي هي اللي غادي تخول لينا باننا نديرو دوك جوج ديال الادوار. شنو هما جوج ديال الادوار؟ اولا كيف ما قلنا هاد جوج ديال الادوار اللي عندها الانر HTML، اما كتجبد الHTML content وسميناها بالانجلش gets HTML content، ونقدروا نسميوها getter get، وعقلوا على الوورد لانكم غتقدروا تحتاجوا الا كنتوا كتقراوا شي ارتيكل بالانجلي. دونك هاد الانر HTML اولا كنأكسيديو ليها من وسط الرابر بما انها كتبعثوا لنا واحد الاوبجيكت، وهاد الاوبجيكت غنديروا بوان ومن بعد الانر HTML، يعني واحد البروبرتي وسط من هاد الاوبجيكت. الاخر غادي تافيشي لنا الكود HTML وغادي نشوفوا هادشي في لابارتي براتيك. ثانيه شنو غيطرى؟ غنقدروا نشونجيو الكونتوني HTML ديال واحد الاليمنت اللي هو الرابر، يعني اي حاجه اللي كاينه وسط من هذا الرابر. وركزوا معايا، كنقولوا انر HTML يعني الكود اللي كاين وسط من هاد الرابر الانر HTML. دونك غنشد انا داك الكود اللي كاين ديجا وغنعاود نبدلو. دونك غادي انسيري واحد سترينغ هنا ولا واحد سترينغ وسط من هاد التمبليت ليفل، وغادي ندير واحد المجموعه ديال الزيليمون HTML بحال التاكس. من بعد غادي تكونفيرشيو وغادي يوليو واحد النودز او نيفو ديال الدوم تري، وغادي نشوفو هادشي. نركزو هنايا، قلنا كاينه HTML كاينه او نيفو ديال اليمنت انترفيس واحد. جوج قلنا انر HTML بانها كتخول لنا اولا باننا نجبدو ريتريفين ولا جيتس الكونتوني HTML ديال هذاك الرابر. وثلاثة قلنا بان انر HTML عندها واحد الدور واحد اخر بانها كتعاود تريستركتوري الكود HTML اللي كاين او نيفو ديال داك الاليمنت، واللي كيعني بان داك الدوم تري غادي تعاود ليها تريستركتوري ثاني. مزيان، ابا نمشيو دابا وناخذوا واحد الكا اشنو كيطرى او نيفو الا بغينا نجبدوا الكود HTML اللي هي المرحله رقم واحد اللي كاتس HTML content. في الاول مثلا غنأكسيدي لهذا الرابر، اللي كتعني بانني اكسيديت للرابر. هادو معايا هاد جيت اليمنت باي اي دي، راه غير مشيت لواحد التارجت، مشيت لواحد التارجت اللي بغيت نجبدو واحد الاليمنت. من بعد هذاك الاليمون هو اللي بغيت نشونجي ليه الكونتوني HTML ديالو، بغيت نشونجي HTML اللي كاين وسط منه. اوكي، فهاد جيت اليمنت باي اي دي سيليكسيونيت الاليمنت اللي هو الرابر. ندوزو لستيب تاني. ستيب تاني يا سيدي هنايا اكسيديت داتو الرابر بوان انم HTML. اشنو عطاتني؟ عطاتني كريزولتا هاد ديف اي دي رابر، يعني الا كان بزاف ديال الكود او نيفو ديال هاد HTML غادي تافيشي لي غير هاد ديف اي دي رابر. وهاد ديف اي دي رابر اللي كاينه ديجا واحد الطرف من الدوم تري، واحد الطرف من الدوم تري هو اللي ولا عندي لاكسي ليه. هاد الرابر ان HTML غادي افيشي ليا الاوبجيكت كامل بالنوتس ديالو كاملين. دونك هاد البريزونطاسيون HTML وهاد البريزونطاسيون او نيفو ديال الدوم تري. سالينا مع الفيز الاولى ولا المرحله رقم واحد، هي شفنا كيفاش نقدروا نجبدوا الكود HTML ديال واحد الاليمون اللي سيليكسيونيناه. غنشوفوا الثانيه اللي سيتس.
sets يعني غادي نشونجي الكونتوني HTML او نيفو ديال هذا الرابع. كيفاش غادي نقدروا نبدلوا هذا الكونتوني HTML؟ اولا كيف ما قلنا نخدم به الرابر بوان انما HTML بما انها بروبرتي. من بعد نخدم هذا ايكال، هذا الايكوال ساين، هذا الايكال، هذا التساوي هي اللي كتحدد بانني غادي نشونجي الكونتوني ديال هذاك انما HTML بروبرتي، واللي هي كتحدد بان تشايلد نودز يعني الابناء او نيفو ديال هذاك النود حددته غادي تعاود تبدا ديك الشويه بحال اللي قلتي، غتشد هاد الاش تي ام ال كامل وغادي تباسا وغادي تحول نودز، وغادي نشوفوا هادشي في لابارتي براتيك. دونك شنو غادي يطرا؟ دونك او نيفو ديال ديف اي دي رابر تشونج الكونتون اللي كاين الوسط، الكونتون اللي كان من قبل هي هاد هيلو. اوكي شوفوا او نيفو ديال دوم تري، من بعد من انا بدلت هاد الكود درت واحد الاتش 1 ودرت واحد الانورد ديال ليست ودرت واحد ليست ديال الايتيمز جوج، ها وقت انتغرا او نيفو ديال لاش تي ام ال ديناميكمون، واللي خول ليا بان هاد الدوم نود ولا هاد النودز كاملين تشونجيو. دونك كانت من قبل واحد اتش 1 هيلو، من بعد ولات واحد اتش 1 فيها ستودنت ليست ويو ال ولات نوفد ليست وسط منها ال اي وسط منها ال اي. دونك تنستاو ليا واحد المجموعه ديال النودز. اوكي انا نحطكم دابا في الصوره. دونك اشنو طرا؟ اللي طرا هو كشونجينا الكونتوني اتش تي ام ال ديال هاد، حطينا واحد المجموعه ديال لي زيليمون اتش تي ام ال، واللي طرا كعاود ستركتشر النودز اللي كانوا حيد هذوك اللي كاينين ديجا اون بلاصاهم بواحد النودز جديد. اوكي مزيان، غادي نشوفوا دابا لابارتي براتيك قبل ما نمشيو لابارتي سيكوريت. نمشيو للكود عندنا، مي غنديروا واحد نمشيو لهنا الام دي ان ونشوفوا هاد انر اتش تي ام ال فين كاينه. كيف ما قلنا من قبل بانه هذاك الرابر ابا تشوفنا ليا واحد الاتش تي ام ال ديف ايلمنت، ولا بتشوفنا ليا واحد الانترفيس يعني الانترفاس ديالها هو HTML Div Element، وهذا HTML Div Element عنده واحد البروتوتايب تشين يعني عنده واحد ليريتاج مع ديزانترفاس واحد اخر، ولكن الانترفاس حنا اللي كيهمنا في هذه الحاله هو Element. Element شنو فيه؟ قلنا في Inner HTML، ها هي Inner HTML. الا جينا كنقلبوا عليه هنايا غنلقاو اوكي الشهر كتخدم في معظم البروزرز ولا في معظم المتصفحات، يعني حنايا هذا البروبرتي اللي هي Inner HTML هاد element هي اللي اكسيدينا منها لهاد inner html. ولا مشينا هنا وشفنا inner html تقريبا نقدروا ناخذوا غير واحد الايده جينيرال، وهاي كتشوف the element property inner html يعني كيحدد لك بانها راه كاينه وسط هاد الانترفاس. ها انتم اللي كليكيتي عليه غيدينا الالمنت، غير باش الا مشيتوا للدوك تفهموا شويه علاش يقول لكم راه element وفين كاينه وعلاش كيحدد لكم داك الانترفاس. اوكي مزيان، نحيدوا من الام دي ان ونمشيو لنحيدوا من الدوكس ونمشيو لابارتي براتيك عندنا. دونك نحيد هادشي اللي كاين ديجا وغادي نحاولوا نكتبوا الكود ديالنا من جديد. دونك اشنو عندي؟ اولا قلنا غادي نجبدوا واحد الالمنت اللي هو الرابر، هادي اول حاجه. دونك خاصني سيليكسيوني الديف اللي بغيت نجبد منها لاش تي ام ال واحد، ونسيليكسيوني الديف اللي بغيت نشونجي منها الكونتوني جوج. دونك غادي نمشي هنايا وغنكري واحد الكونس رابر، وغادي نعطيها غنخدم بداكيمنت اللي هو الاوبجيكت وغنخدم جيت اليمنت باي اي دي. دونك هاد جيت اليمنت باي اي دي شمن اليمنت اللي بغيت نجبد الرابر، علاش؟ لان او نيفو ديال لاش تي ام ال كود ديالي ها هو الاليمون اللي بغيت نجبد عنده اي دي الرابر. دونك اوتوماتيكمون غادي افيشي لاش تي ام ال لابا كامله. اشنو قلنا؟ قلنا الا بغينا نافيشي واحد الحاجه غادي نشوف بعدا هنا الداكيمنت سوري غنجيو هنا الرابر ونشوفوا شنو غيافيشي لي. افيشي لي الاتش تي ام ال كود، هاد الرابر هو اللي بغيت نشونجي ليه الكود ديالي. مي ارا حدد معايا اسيدي اشنو هو انر اتش تي ام ال ديالي. اوكي هالو كيهمناش هادشي، ارا نشوفو بعدا البروبرتي اشنو كاين وسط منا. عندي كونسول دار كونسول دار وغادي نشوف فين كاينه هاد انر اتش تي ام ال، هاي الكونتوني اللي فيها. وشوفوا هنا كاين واحد سود لين. اوكي وغادي نكتشفوا هادشي من بعد. دونك الا مشيت هنايا ودرت واحد تشايلد نودز، غنمشي هنا للتشايلد نودز اللي غيحدد لي الابناء ديال هاد الرابر، غتشوفكم كواي عندي تكست اتش 1 وتكست. اوكي غادي تقول لي ولكن غير اتش 1 علاش ما عافيش لي هنا تكست؟ هاد التكست في حد ذاته اللي قلت لكم واحد السود لين، راه الا جينا شفنا هنا اونيفو ديال الداتا غتلقى واحد السود لين. الا جيت هنا مثلا وحيدت هاد السود لين، حيد هاد السود لين، دونك نحيد هاد لابار ونحيد هاد لابار هي، وغنشوفكم كوا الا مشيت دابا للتشايلد نودز ما غاديش يبقاو عندي هادوك التكست نودز. دونك تشايلد نودز ما غيبقاوش عندي دوك التكست نود وعندي غير اتش 1. دونك ركزوا معايا هادوك لي سود لين اللي كنت ديما في حد ذاتهم هما كاركترز اللي كيتكونفيرتيو اللي كيكونفيرتيو من HTML بارسابل نودز، ما تيهمناش ماشي هذا هو السابجيكت ديالنا. السابجيكت ديالنا هو حنا بغينا نشونجيو اولا بعدا نمشيو لهاد انر HTML ونافيشيوها
كيفاش غنافيشيوها؟ سهل. دونك غادي نجيو هنايا ونمشيو للاولى وغادي نمشي للكونسول لوغ. عندي واحد الكونسول لوغ وغادي ندير رابر وغندير بوين انر اشتمل انر اشتمل. دونك غادي تافيشي ليا الكود. كيف ما كتشوف الكود اشتمل بعد اللي افيشاتو لي راه سترينغ. و الا درت تايب اوف راه واحد سترينغ. هاو سترينغ هذا تيب ديال مي راه كاين حتى لي صود لين وكاين كلشي. دونك التكست اللي كتافيشي لك داك ليليمون اللي كتافيشي لك بعدا اولا سترينغ ما غير هو راه كتافيشي لك الا كان صود لين ولا سبيس ولا شي حاجه اللي كيعتبرها الاشتمل بارسر كاركتر واللي كيحولها لواحد التكست نوت. دونك ماشي هادشي اللي كيهمنا حنا. مي راه كتبتوني لك الكود اشتمل ولا كتبتوني لك هاد سترينغ كامل وفيه حتى لي سباس وفيه حتى الصوت لين التابس ولا اي كاركتر انت ستيه اونيفو ديال الاشتمل كود ديالك. مزيان. دونك لحد الان مشينا لمرحله واحد وجبدنا الكود اللي كاين اونيفو ديال الرابر بهذيك انر اشتمل. دابا راه نشوفوا كيفاش نستركتوريو داكشي يعني بغينا نشونجيو الكونتون. دونك الا بغينا نشونجيو الكونتون كيف ما قلنا غنخدموا بالرابر وانر اشتمل ثاني ما غير هو غنزيدوا الايغال. هاد ايغال هي اللي لعبه لعبه دابا هي اللي كتقول لنا كوم كوا راه غادي نستركتوريو هادوك الدوم نودز ولا كوم كوا راه غادي نشونجي الكونتون اللي كاين هنا. ديجا عندي هيلو دابا غادي ندير واحد الكود اشتمل اللي هو جديد. دونك غندير هاد التامبليت لشغل تقدر دير كودز ولا دبل كودز سا دي بوم. هنا ندير تامبليت لشغل وغنجي هنا وغندير واحد الاتش 1 وغندير ستودنت ليست واحد. دونك انا بدلت الهيرينغ ا غنكمل غندير واحد الانوف ديفيد ليست وغندير فيها واحد جوج ديال الزلامة. غندير هنايا كسميه ندير جون دو وغنجي هنا كسميه غندير ماريا كارتنر. ماريا كارتنر اوكي كارتنر. اي غادي نمشي هنا الكود ديالي ولا نشوف البريفيو هو الاول يعني اونيفو ديال البروزر. ها هو بدل ستودنت ليست اند كومونتي باش تشوفوا الفرق. ندير واحد الكومنت كتشوفوا هيلو. الا درت ليها واحد الكومنت غادي تشوف ستودنت ليست. الا مشينا هنايا اونيفو ديال نمشيو للالمنت بعدا قبل ما نمشيو للكونسول كتشوفكم كوا ها هو تزادت واحد اليو ال ولا واحد الانوف ديال ليست او ايتيمز جداد. الا جيت هنا وحيدتها غتشوفكم كوا راه كاين هيلو. دونك باش تستركتورا لي زيليمون دونك باش تستركتورا الكود اشتمل كري لي واحد الكود اشتمل شونج الكود اشتمل اللي كاين هنايا الوسط. اوكي اشنو كاين اونيفو ديال الاوبجيكت اللي كيهمنا حنا باش نفهموا هذا الشيء مزيان. دونك الا مشينا اسيدي هاد الاي دي رابر غنحيد هذا ما كيهمنيش. الا مشينا اونيفو ديال هاد الاي دي رابر ديال اي دي رابر وغادي نمشي اولا نمشي للانر اشتمل. اوكي ها انتم كتشوفوا كل كونتون اللي تزاد في ستودنت ليست. دونك تشونج الكونتون وهاد الكونتون ما كيتشونج. شنو كيدير يعني كيشونج يعني كيعاود يستركتوري هادوك تشايلد نودز. كيف ما قلت لكم هنايا اونيفو ديال هاد السلايد ديالنا كيعاود يستركتوري هاد التشايلد نودز يعني كيدير واحد النودز اللي هما جداد. من غنمشي انا هنايا للتشايلد نودز غتشوفوكم واو زاد لي الاتش 1 ها هي زاد الانور ديفيد ليست. هاد التكست كيف ما قلت لكم غادي صوت لين ولا مشيت لهاد اليو ال ها هو كليك لي على اليو ال هنايا انور ديفيد ليست ا نديفلوبي هاد اليو ال ونمشي حتى هي للتشايلد نودز ديالها نودز ديال تشايلد نودز ثاني تشايلد نودز. اي كنشوفكم كوا عندي واحد ليست اونيفو ديال اليو ال اللي فيها واحد ليست اوف ايتيمز يعني فيها واحد المجموعه ديال ال اي ال اي الاولى والال اي الثاني. اوكي اشنو طرا هنايا هو استركتورينا. دونك كان واحد الكود اش تي ام ال من قبل اللي هو هارد كودد من بعد عاودنا استركتورينا داك الكود ودرنا كود جديد شونج الكونتون ديال الانر اش تي ام ال شونج الكونتون ديال الانر اش تي ام ال اللي كاين اونيفو ديال الاوبجيكت. اوكي ديرو انر اش تي ام ال انر اش تي ام ال شونج من بعد هاد الانر اش تي ام ال اشنو شونجات مشات لهاد تشايلد نودز او شونجات لي لي زيليمون كامل اللي كاين وسط منهم وشكلات ليا هذوك لي زيليمون اونيفو ديال الدوم تري. كنحاول ندخلكم في الديتاي ما بغيتش نعطيكم داكشي اوكي ها هي انا باش تعمل ونبدا نوريكم في البريفيو نو بغيتكم تفهموها مزيان كيفاش كتفونكسيون. دونك لحد الان مشينا لكاب جوج جبدنا هاد الانا. الا جيت هنا مثلا ودرت الانا باش تعمل من بعد ندير واحد الكونسول لوغ هنايا كتشوفكم كوا ها هي افيشات ليا هاد الكونتينو هنايا ديال الاستعمال شكلاتو لي هنا كان هيلو من بعد فاش شونجيناه ولا هاد ستودنت ليست. اوكي كتهمنيش هادي غنمشي نجيب هاد تو دو ونديرها هنايا. دونك تو دو ديرو هنا دان كملنا الاولى كملنا الثانيه كملناهم بجوج. غنمشيو دابا لابارتي سيكوريتي اللي قلنا غادي نهضروا عليها من بعد. اشنا هي هاد لابارتي سيكوريتي وفاش كتخصنا؟ غنمشيو بعد السلايد ديالنا ونجبدو اشنا هو المشكل. المشكل سيدي بان انر اشتمال كتقدر تخول لك بانك تشونجي ولا تانتيغري
جافا سكريبت او نيفو ديالها. اشنو المشكل؟ دونك اللي جديتي انت وسط هذيك اون بي اتش ام ال وحاولت انتجري واحد الكود جافا سكريبت، واش غاتش اكزيكيوتا ولا لا؟ هذا هو السؤال. نورمالمون ولوجيكمون ما خصوش اكزيكيوتا، لان هذه في حد ذاتها كتعتبر واحد الاتاك اللي سميتها كروس كوتين اتاك، يعني غتكون واحد الانجكشن، واحد الانجكسيون ديال واحد الكود اللي يقدر يشكل واحد الخطر او نيفو ديال السيت ديالك. حنا هنا ما غاديش نهضروا في لا سيكوريتي ونتفرعوا فيها، سيرتو غادي نشوفوا واحد الحاله ديال كيفاش نقدروا نانجكتيو واحد الكود اللي هو ماليسيو، واحد الكود اللي هو خبيث. اوكي غنشوفوا بعدا السيف وان، يعني اللي كنقدروا نديروه، اللي نقدروا نديروه اللي ما غاديش تشكل خطر واخا نورمالمون. وركزوا معايا، ان الاستعمال راه ما دارش باش تبدل كونتون، باش تبدل التكست، باش نصحح المعلومه. ان الاستعمال دارت باش تستركتوري الكود استعمال نود المنتس. دونك من الاحسن غادي تستركتوري الكود استعمال او ليو باش تبقى خدام لك اباند وتشونجي بواحد ليليمون اللي هو اللي غادي تاخذ لك بزاف ديال لين ديال الكود. دونك تستركتوري لك واحد الدوم تري ولا واحد الدوم نود. دونك بالنسبه لنا اللي سيف هذه في الاول اللي كنا واحد الفاريبل عطيناها واحد الكونتينيو تكست، غتقدر تشونجي ان بي اتش ام ال بالفاليو ديال الفول نيم، وغادي نشوفوا هذه في لابارتي براتيك. والثانيه وهذه هي اللي كتشكل اللي غتقدر تقول اوكي غتقدر تشكل لي خطا او نيفو ديال السيت ولا او نيفو ديال الكود ديالي. كاين واحد الفاريبل الارت ودرنا وصلنا واحد السكريبت تاغ وعطينا واحد الالرت من الوسط، اي مشيت للرابر بوان ان بي اتش ام ال وحاولت ندير هذاك الالرت نبدل. ركزوا معايا، حاولت نبدل الكونتين ديال الرابر بواحد سكريبت تاغ، وكيف ما كتعرفوا ديك سكريبت تاغ كتيكزيكوتي جافا سكريبت. اوكي قلت لي في هذيك البلاصه دير لي واحد سكريبت واكزيكوتي لي واحد الالرت، في حد ذاتها هذه حتى هي ما كتشكلش خطر. علاش؟ لان اوتوماتيكمون زدتي سكريبت تاغ او نيفو ديال الانر اتش تي ام ال ما كيكزيكوتيهاش. دونك بيهايند ذا سين الاتش تي ام ال بارسر ما كيديكومبوزيها ولا ما كتانتربريتا اوتوماتيكمون ما كيتكزيكوتيش جافا سكريبت. ولكن يو كان هاك ذا واي، كيف ما كيقولوا تقدر دير واحد الطريقه اللي تانجكت فيها جافا سكريبت وتكزيكوتا، هذه كتشكل خطر. دونك نقدر نكري واحد الماليشيس كود يا اوليو ندير لي هنا سكريبت تاغ ديريكت، ما عنديش لي سكريبت تاغ ديريكت، غنمشي غندير الايمج تاغ اي ام جي تاغ. اوكي اللي كتانتيغري واحد ليماج يا اونيفو ديال سي اف سي غنعطي اكس، يعني واحد ليماج ما كايناش واحد السورس اللي ما كاينش، وغنخدم بهذا الايفنت لسنر، يعني كنقول الا كان ايرور هاد ليماج ما تشارجاتش اكزيكوتي لي هاد الكود، وهاد الكود غادي يكون جافا سكريبت. هذه في حد ذاتها غادي تشكل خطأ، يعني الا انجكتيشا اون نيفو ديال الانر اتش تي ام ال غادي تاكزيكوتي ديال الالرت ولا طلعت الالرت، هذه في حد ذاتها كتشكل خطأ. غادي نشوفوا ان اكزامبل ولا نشوفوا لابارتي براتيك. قلنا لابارتي الاولى طلعت شي كامل، قلنا لابارتي الاولى غنكري واحد الفيربول اللي هي فول نيم. فول نيم ونجي هنايا وغادي نعطي مثلا عرباوي مهدي، غنجي مثلا اون نيفو ديال الرابر وغنمشي للانر، غنمشي للانر اتش تي ام ال وغادي نعطيه هاد فول نيم. فول نيم اشنو طرا هنايا؟ راه بعدا افيشي هاد كونسول لوغ، افيشي بعدا البريفيو هو الاول. هاو البريفيو تشونج تشونجات عرباوي مهدي، الا شون حيدت هادي اوكي هات كتشوف تشونجات عرباوي مهدي. الا مشيت اون نيفو ديال الرابر وغنمشي غنحيد هادي مكتهمنيش، نمشي لهاد الرابر ونمشي لهاد انر اتش تي ام ال كتشوفكم كوا هو افيشي لي عرباوي مهدي. ولا مشيت للتشايلد نودز ماشكل كتزاد غير واحد التكست نود اللي فيها عرباوي مهدي. اوكي مزيان، هادي سيف، هادي ما كتشكلش ليا خطأ. ثاني اللي قلنا كو غادي نمشي هنايا ثاني وغندير واحد الكونس الارت الارت كود. هاد الارت كود شنو فيه؟ كما التمبليت لي تشغل، وغنجي غندير واحد السكريبت تاغ وغادي نجي هنا الوسط وغندير واحد الارت وغندير هالو هالو وور. دونك نورمالمون خصها تيكزيكوتا، غنمشي غنرا في الشاسي ديال لاباج ما غاديش اكزيكوتا والو. علاش؟ لان باقي ما انجكتيتهاش، خاصني انجكتير. دونك غنمشي هنا وغندير الرابر وغندير انر اتش تي ام ال وغادي نعطيه كفالور الالرت كود. دونك هاد الكود غادي يرومبلاسي الكود اتش تي ام ال اللي كاين ديجا، وخاص نورمالمون تاكزيكوتا هاد تاكزيكوتا هاد الكود اللي كاين وسط من الالرت اللي هو جافا سكريبت. غادي ندير هنا رافريشير لاباج بيضاء. دونك اشنو هو اشنو طرا؟ دونك غنمشي للالمنتس بعدا هي الاولى ونتشيكي. الا مشيت للالمنت اسيدي وتشيكيت غنلقاكم كوا عندي واحد السكريبت تاغ ها هي تشونجات. دونك تشونج الكونتوني اللي كاين اونيفو ديال الرابر واحد جوج. الا مشيت اسيدي اونيفو ديال الرابر، الا مشيت اونيفو ديال الكونسول وغادي نمشي مثلا للتشايلد نودز، تشايلد نودز غنشوفكم كوا ها هو زاد لي واحد النود جديد اللي هي سكريبت. ولا مشيت كاع الانر اتش تي ام ال، الا مشيت الانر اتش تي ام ال انر اتش تي ام ال سوري انر اتش تي ام ال كتشوفكم كوا ها هو زاد واحد السكريبت تاغ. ولكن كيف ما قلت لكم
راه ماشي اكزيكوتي داك التاغ هاو نود child nodes هاي هاد السكريبت تاغ اللي كليكيش عليها هاي داتنا سكريبت ولكن ماشي اكزيكوتيش ماشي اكزيكوتيش هاد الكود اللي هو السكريبت دونك اوتوماتيكمون تيقول تا بغيتي اكزيكوتي سكريبت تا بغيتي اكزيكوتي جافا سكريبت لا ما غاديش اكزيكوتي دونك كيبارتي فحال اش تعمل عادي اي ما كاينش اكزيكوتيش هاد الكود اللي هو السما سكريبت تاعك اوكي لحد الان هادي قلنا سيف يقدر ما تشكلش لينا مشكل واخا هادشي ما خصوش يدير دونك غادي نجي انا هنايا وغنكومونتي وندير اللي فيها مشكله هنا هي اللي ان سيف غنمشي هنايا وغادي نكري واحد malicious كود لواحد الفيربل اللي فيها داك الكود الخبيث وغادي نجي هنايا اوف فعواد ندير السكريبت تاك غندير واحد الاي ام جي تاك نحيد هاد الالت ما كتهمنيش اشنو قلنا قلنا غندير وسط من هاد السي اف سي واحد ليماج اللي ما كايناش دونك اكس واحد الفالور بغيت ندير فالور كوم كوا يتشيكي ليا كو هاد ليماج راه ما كايناش ومن بعد غنخدم بهاد الايفنت للسلم اللي هو اون ايرور ولا كان ايرور الا كان مشكله شنو غادي دير سيدي غدير لي واحد الالرت 1 اوكي لحد الان ما كاينش مشكله يلاه كريت الكود ديالي كيفاش غنانجيكتيه غنجي سيدي هنايا وغادي نخدم برابر وغنخدم بانر اتش ام ال وغنعطيه كفاليو ولا كفالور هذا الماليشيس كود شو هاو افيشيال الالرت هذا خطر يعني اللي طرا هنايا كو غات اكزيكوتي لي الكود جافا سكريبت اللي طرا هنايا كو الا مشيت انا مثلا الكونسول غتشوفكم كو راه تشيكي لي بعدا في الاول قال لي ما كايناش ليماج هذه اون نيفو ديال النيتورك قال لي ما كايناش ليماج ولكن الا مشيت للانر اتش ام ال غتشوفكم كو هو راه كاين الكود عادي ولا مشيت للتشايلد نودز تشايلد نودز غتشوفكم كو هو راه كاين لي ليماج ولكن المشكل والخطر كو هاد اون ايرور والكود اللي وسط منها اكزيكوتي لي جافا سكريبت دونك اللي بغينا نوصلو هنايا كو ديما حديو الا كنتو خدامين بهذيك انر اتش ام ال غتقدر تشكل لكم خطر راه يقدر يتانجيكت فيها كود لانها دارت بانها درت ستركتوري اتش تي ام ال اكثر ما هي دارت باش اكزيكوتي جافا سكريبت من وسط منها لان الا كانت كدار لهذه الضروره راه غادي تشكل خطر اونيفو ديال السيت ديالكم هذه كانت غير واحد ديسكريبشن اللي هي تقريبا غير واحد الملاحظه اللي هي بسيطه دونك شنو تعلمنا هنا لحد الان تعلمنا هذا الانر اتش تي ام ال اللي هي واحد البروبرتي اولا عرفنا كاينه اونيفو ديال element interface يعني الانترفاس اللي هو element هذيك الانر اتش تي ام ال عندها جوج ديال الادوار اما كنجبدوا بها ريتريفين ولا جيت الاتش تي ام ال كود اللي كاين وسط منها وثانيا اما كنبدلوا ونفستركتوريو داك الكود اتش تي ام ال اللي كاين وسط من داك الاليمنت في الاخر عرفنا كو غتقدر تشكل خطر الا بغيتي انجيكتي من وسط منها جافا سكريبت بواحد الطريقه اللي هي سبيسيال وشفنا اونيفو ديال هاد الكروس سكريبتشن اتاك درنا واحد الاكزامبل اللي هو بسيط ثانكس فور واتشينغ ذيس فيديو اللي عنده شي ملاحظه ولا شي حاجه زيدها في الكومنت اند هابي كودينغ